الاحترافيه والاحترام الكبير. يعني في غير الاحترافيه في خاطر اوكي احتراف وعقد ونيغوسيشن ويعني لكن في احترام كبير. سالني سؤال بس، قال لي انت حابب تلعب في النادي الاهلي؟ قلت له يعني اكيد جدا 1000% مش 100%. حبيبي قال لي خلاص الموضوع منتهي. خلاص اتفقنا كده، قال لي خلاص الموضوع منتهي، انت معنا خلاص، اهم حاجه الرغبه. يعني هو قال، فانا سالته السؤال يعني ما ترددتش الصراحه، قلت له انا نحب نعرف معناها السؤال. وبعد قال لي التفاصيل بعد ثانويه بتعتبر بالنسبه لنا، قال لي تفاصيل العقد والمقابل المادي والمقابل المادي معناه، قال لي هخلي حد من الاداره هو اللي يتفاوض مع الايجنت وحيخلصوا الموضوع. يعني كان محمد يوسف وكيل الاعمال جو بالمناسبه نوجه له تحيه. فكانت الموضوع يعني خلص كده، يعني الموضوع ما فيش يعني انت رغبتك تيجي النادي الاهلي خلاص هنخلص كل الباقي تفاصيل، طالما انا يعني انت حابب تتواجد في النادي الاهلي والنادي الاهلي عنده رغبه يتعاقد معاك بالضبط. كل الامور اللي انت شايفها دلوقتي تفاصيل هتخلص تفاصيل. وكان محمد يوسف وقتها قال لي شو، بص يعني اللي يلعب في النادي الاهلي غير كل الانديه. قال لي فما يعني فما احساس في الاول، باش نكون صريح ما فهمتش يعني طبعا ما فهمتش. انت كنت لسه بره، كنت لسه بره مش فاهم، ما مش فاهم الموضوع، كنت لسه جاي من تونس يعني احتمال تفتكر انه بيكبر الموضوع ولا لا. ففي الاول مش فهمت، لكن بعد لما تدخل النادي الاهلي ولما تعيش في وسط النادي ولما تعيش مع الناس ولما تعيش مع الاداره الملاعبيه خاصه الجمهور الكبير في كل مباراه. تفكر كنا الصاله صحيح فل يعني فول والناس تهبط لك بعد المباراه، فوقتها تفهم. لكن بالرغم من هذاك الكل، حتى وقت اللي نلعب انا في النادي الاهلي باقي ما زلت الكلمه ترن في وذني، لكن ما زلت باقي ما فهمتش. بعد ما خرجت من النادي الاهلي زدت فهمت قيمه النادي. يعني 2021 خذينا بطوله افريقيا منتخب تونس. نعم. وكنت انا في المنتخب، اول ناس انا في رواندا، اول ناس هبطت على الصفحات السوشيال ميديا وعلى الاخبار وكتبت انه النجم السابق للنادي الاهلي مدرب المنتخب والفائز على البطوله الافريقيه كلاعب وكمدرب، اول ناس نزلت البوست هما صفحات النادي الاهلي. بقول لك يا باشا انت ليك معزه كبيره جدا جدا. فحاجات بسيطه يعني تخليت اثر بصراحه، يعني يكون معك صريح، فحاجات بسيطه تخليك اثر. شوف الاعتراف بالجميل صحيح، فنقاط صغيره تخلي عندك اثر كبير. لو الزمن رجع بيك تاني وتعرض عليك عرض بمقابل مادي اكبر، وقت ما تعرض عليك، وقت ما يا رب يشفيك معالي الوزير العام فاروق كلمك وتعرض عليك وقت، بس انت هتخش بالفكر بعد التجربه، يعني انت خلاص عندك الفكر واللي انت بتتكلم بيه دلوقتي، بس وقتها جالك مقابل مادي اعلى شويه، مش هنقول اعلى كتير، هنقول اعلى شويه عشان يبقى برضه حاجه ريزنبل في المقارنه، وعرض عليك النادي الاهلي، تاخد نفس القرار تاني؟ يعني عرض تاني في نادي تاني؟ في نادي تاني جوه مصر بره مصر. والله العظيم انا مش عاوز اعمل، لا قول، لا مش حابب وقتها، عشان في نفس الفتره كان في عندي عرض من نادي الزمالك. طب ما تقول لي امين، انا الحاجات دي، ما انا كنت بقى قاعد معاك في الاوضه ما كنتش تقول لي الكلام ده. بخاف من احنا كنا مع بعض، كنا في الفرقه واحده، يعني وقتها كان اتعرض عليك من نادي الزمالك. كان في عرض، لكن احمد جرحي طبعا ما يعرف هو الموضوع والكل، لكن فضلت الاهلي طبعا فضلت الاهلي.